السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ الصف السادس، وصلنا إلى قسمة الأعداد الصحيحة. أخذنا في الفيديوهات السابقة ضرب الأعداد الصحيحة. عرفنا أنه الضرب يعتمد على تشابه واختلاف الإشارات في الناتج. في الناتج يعتمد على تشابه واختلاف الإشارات. إذا كانت الإشارات متشابهة، يعني موجب هذا في الضرب موجب في الموجب، النتيجة موجب، وسالب في السالب أيضا النتيجة موجب، لأن متشابهين. أما إذا كانت الإشارات مختلفة، موجب مع السالب أو سالب مع الموجب، فإن النتيجة تكون سالب. هذا في الضرب أعزائي. في القسمة نفس الحالة تماما، إشارات متشابهة النتيجة موجب ونقسم، إشارات مختلفة النتيجة سالبة ونقسم. عرفتوا أعزائي؟ نفس قوانين الضرب تماما، موجب تقسيم موجب النتيجة موجب ونقسم، سالب تقسيم سالب النتيجة تكون موجب ونقسم. هاي متشابهة. زين، إذا مختلفة، موجب تقسيم سالب النتيجة سالب ونقسم، سالب تقسيم موجب النتيجة سالب ونقسم. هو هذا خلاص كل ما في الموضوع. نفس قوانين الضرب بالضبط أعزائي. نحل معكم الفقرة أتعلم. عندنا فقرة أتعلم. اتبع سعد نظاما غذائيا لتخفيف وزنه، وبعد مرور 5 أشهر فقد 15 كيلوغرام. كم كيلوغرام فقد سعد من وزنه في الشهر الواحد؟ هذا المثال الأول في فقرة أتعلم. إذا كان يفقد العدد نفسه من الكيلوغرامات كل شهر. أعزائي دائما يتساءل التلميذ، هاي مسألة، والمسألة إما يعني المسألة إحنا نحلها، إحنا نقدر هل هي جمع أم طرح أم ضرب أم قسمة. زين، حتى أعلمكم، يعني ذكرت لكم دائما أنه إذا كان عندي مثلا شهور عديدة ويريد الشهر الواحد، المطلوب هو الشهر الواحد، هذا قسمة. إذا كان بالعكس عندي شهر واحد والمطلوب أشهر عديدة، المطلوب أشهر عديدة مثلا، فكم فقد وزنه في 7 أشهر، فكم فقد وزنه في 3 أشهر، في هذه الحالة نضرب. يعني هنا هو منطيني هذا سعد اتبع نظاما غذائيا لتخفيف وزنه، بعد مرور 5 أشهر فقد 15 كيلوغرام، بعد مرور 5 أشهر فقد 15 كيلوغرام. المطلوب شنو؟ كم كيلوغرام فقد سعد من وزنه في الشهر الواحد؟ في الشهر الواحد. ما دام طلب عندنا في الشهر الواحد، إذن العملية قسمة. أعزائي الفقدان هو سالب، الفقدان هو سالب، إذن سالب 15 تقسيم 5 أشهر. عرفتوا ليش قسمة؟ لأن المطلوب الشهر الواحد، عندنا شهور كثيرة والمطلوب الشهر الواحد، إذن العملية قسمة. فنقول سالب 15 تقسيم 5، هنا عندي إشارات مختلفة، هذه سالب وهذه موجب، إذن النتيجة سالب، لأن القسمة مثل الضرب، إذا الإشارات مختلفة سالب ونقسم، إذا الإشارات مختلفة سالب ونقسم. 15 تقسيم 5 ويساوي 3، إذن سالب 3 كيلوغرام فقد من وزنه، فقد من وزنه. أعزائي هنا جد ناتج القسمة سالب 18 تقسيم سالب 9. هنا حتى إذا ما نكتبها بالقوس أعزائي عادي، مو إشكال، سالب تقسيم سالب موجب، 18 تقسيم 9 ويساوي 2، إذن موجب 2، هاي الموجب 2، إذا كتبنا هنا موجب أو ما كتبنا نفس الشيء. سالب 36 تقسيم 4، سالب تقسيم موجب النتيجة سالب، لأن مختلفين، سالب تقسيم موجب النتيجة سالب. 36 تقسيم 4 ويساوي 9، سالب 9. 67 تقسيم 8، هنا أعزائي موجب تقسيم سالب، موجب تقسيم سالب النتيجة سالب. 67 تقسيم 8 هنا يطلع عندي 8 والباقي والباقي كم؟ 3. قسمها قسمة طويلة راح يطلع عندي باقي. سالب 8 والباقي 3. 0 تقسيم سالب 7 مباشرة أعزائي 0، 0 تقسيم سالب 7 النتيجة 0، 0 تقسيم أي عدد 0، مثل ما 0 في أي عدد يساوي 0. سالب 13 تقسيم 4، سالب 13 تقسيم 4 سالب تقسيم موجب سالب، 13 تقسيم 4 شنو عندنا نضربه في 4 يطلع 13، احنا عندنا 12، 4 في 3 12، إذن 3 سالب والباقي سالب 1. شوفوا أعزائي الباقي أيضا سالب، الباقي أيضا سالب، لأن المقسوم سالب، الباقي يعتمد على المقسوم، الباقي يعتمد على المقسوم.
الباقي يعتمد على أول عدد، إذا أول عدد سالب الباقي سالب، إذا أول عدد موجب الباقي موجب. خسر أربعة شركاء 28 مليون دينار، خسر أربعة شركاء 28 مليون دينار. أعزائي الخسارة مو سالب؟ نعم ست الخسارة سالب، أحسنتم. ما المبلغ الذي خسره كل واحد من الشركاء؟ ما المبلغ الذي خسره كل واحد؟ يعني الواحد كم خسر؟ إذا ما دام يريد عندي الواحد كم خسر، نقسم الواحد كم خسر، احنا كلهم يعني مجموعتهم نعرف كم خسروا، لكن الواحد كم خسر؟ إذا العملية قسمه، من يطلب من عندنا شيء واحد، من يطلب من عندنا شيء واحد ويعطينا كثير، العملية قسمه. إذا سالب 28 تقسيم 4 موجب تقسيم سالب، سالب، إشارات مختلفة سالب، 28 تقسيم 4 شنو نضربه في 4 يطلع 28 7، إذا سالب 7 خسارة كل واحد من الشركاء 7 ملايين دينار. أعزائي ما كتبت لكم إياها بالدفتر، إيه يعني موجودة عندكم. نحل فقرة أتأكد، فقرة أتأكد بس أنا شرحتها أخاف يعني نوضحها للطلاب. عندنا فقرة أتأكد، فقرة أتأكد أولا 49 تقسيم 7، 49 تقسيم 7 أعزائي هنا شو تلاحظون؟ إشارات متشابهة، إذا النتيجة موجب، ما دام هو ما كاتب هي صح موجبة بس ما كاتب 49، إذا أيضا إحنا ما نكتب إشارة. 49 تقسيم 7 الناتج يساوي 7. ثانيا سالب 15 تقسيم سالب 3، أعزائي هنا الإشارات متشابهة سالب مع سالب، إذا النتيجة موجب، سالب تقسيم سالب النتيجة موجب، إشارات متشابهة، القسمة تعتمد على اختلاف وتشابه الإشارات، إذا كانت الإشارات مختلفة النتيجة سالب، إذا كانت الإشارات متشابهة النتيجة موجب، وبكل الأحوال نقسم 15 تقسيم 3 ويساوي 5. سالب 806 تقسيم 20، هسه الإشارات هنا الإشارات شبيهة، 6 الإشارات مختلفة، إذا الناتج شو يكون؟ يكون سالب، أحسنتم. هنا راح أقسم 806 تقسيم 20، 806 تقسيم 20، 8 بيها كم؟ 80 بيها كم؟ 20 بيها 4، 4 في 20، 4 في 0 0، 4 في 2 8، أنقص 80 ناقص 80 0، أنزل 6، إذا الباقي 6، النتيجة كم أعزائي؟ النتيجة هذا النتيجة اللي فوق تطلع عندنا هذا العدد الصحيح 4، والباقي كم؟ والباقي هو هذا الأسفل، هذا الباقي، هذا الباقي، وهذا الناتج، هذا الناتج سالب 4، والباقي أعزائي 6 بس راح أكتبه سالب، لأن الباقي يعتمد على أول عدد اللي هو المقسوم، إذا كان المقسوم سالب الباقي سالب، إذا كان المقسوم موجب الباقي موجب، هاي مهمة جدا. سالب 21 تقسيم 3، سالب 21 تقسيم 3 الإشارات مختلفة، إذا النتيجة سالب، أحسنتم. 21 تقسيم 3 ويساوي 7، ليش؟ لأنه 7 في 3 21، هنا ما عندي باقي. 64 تقسيم سالب 8، هذه موجبة وهاي سالبة، إذا النتيجة سالب، مختلفة سالب، إشارات مختلفة سالب، هذه بالقسمة أعزائي. 64 تقسيم 8 ويساوي 8، لأن 8 في 8 64. سالب 432 تقسيم 8، سالب تقسيم موجب يعني إشارات مختلفة النتيجة سالب. 432 أقسمها قسمة طويلة، 432 تقسيم 8، 4 كم 8 ما بيها، 43 كم 8 شنو أضربه في 8 يطلع 43 أو أقل، أو أقل لازم، إذا أكثر ما يصير، اللي عندنا 5 أقرب شيء هي الخمسة في 8 40، 5 في 8 40 أطرح 3 ناقص 0 3، 4 ناقص 4 0، أنزل ال 2، 32 بها كم 8 بها 4، 4 في 8 32، إذن الناتج 54، الناتج 54. أعزائي السؤال السابع، سابعا من فقرة أتأكد، لوح خشبي طوله 96 سنتيم، أراد نجار تقسيمه إلى 4 أجزاء متساوية، ما طول كل جزء؟ أعزائي هنا ما نحتار بعملية السؤال اللي هي قسمة، أراد نجار تقسيمه إلى 4 أجزاء، أراد نجار تقسيمه إلى 4 أجزاء، إذن العملية قسمة، أقسم 96 تقسيم 4، 96 تقسيم 4، نقسمها قسمة طويلة، 96
تقسيم 4. 9 بيها كم 4؟ بيها 2. 2 في 4 8. أطرح 9 ناقص 8 1، أنزل 6. 16 بيها كم 4؟ بيها 4. 4 في 4 16. أطرح 0 0. إذن الناتج 24. 24 قطعة، 24 جزء. أعزائي، هاي فقرة أتأكد، فقرة أحل في فيديوهات أخرى، لأن أنا حلينا قبل الحذوفات. فقرة أحل موجود في القناة. الآن ننتقل إلى فقرة أفكر. هاو أعزائي شوفوا، هاي فقرة أحل بها بعض يعني الأشياء اللي ما موجودة قصدي بالفيديوهات السابقة. هنا لأن صارت تقليص للكتاب مثل ما تعرفون، هاي الطبعة الجديدة، هاي الأسئلة المطلوبة، هاي الأسئلة المطلوبة في فقرة أحل موجودة في فيديوهات في فيديو في القناة. الآن أفكر، فقرة أفكر. أفكر أكتب ثلاثة جمل عددية، أكتب ثلاثة جمل عددية للربط بين الضرب والقسمة. هنا عندي 4 و2 سالب 4 و32 وسالب 8. المطلوب من عندنا نسوي جملة عددية من هذه الأرقام، جملة عددية من هذه الأرقام. هنا يريد من عندي جملة ضرب، نأخذ سالب 4 مع سالب 8، النتيجة كم؟ 32. شوفوا أعزائي، لأن سالب في السالب موجب. زين، أريد جملة قسمة، نأخذ 32 نقسمها تقسيم سالب 4، النتيجة كم؟ أحسنتم، سالب 8. سالب 8 لأن موجب تقسيم سالب سالب، 32 تقسيم 4 8. جملة القسمة الأخرى 32 أقسمها هالمرة على سالب 8. سالب 8 كم الناتج يساوي؟ 32 تقسيم سالب 8 موجب تقسيم سالب سالب، 32 تقسيم 8 ويساوي 4. يساوي 4. الآن سالب 7 سالب 63 9. جملة ضرب أخذ السالب 7 أضربها في 9، النتيجة شو تكون؟ موجب في السالب سالب 7 في 9 63، أعطاني العدد الثالث. الآن سالب 63 مرة أقسمها على سالب 7، لأن أنا لازم أستخدم فقط هاي الأعداد اللي عندي فقط. سالب 63 مرة أقسمها على سالب 7 ومرة أقسمها على 9. عندما أقسم سالب 63 تقسيم سالب 7 النتيجة تنطيني 9، لأن سالب تقسيم سالب موجب. 63 كم 7؟ 9. سالب تقسيم موجب عفوا النتيجة سالب. 63 تقسيم 7 63 تقسيم 9 ويساوي 7. سؤال 15، نزلت غواصة إلى عمق 320 متر تحت سطح الماء على 4 مراحل. سؤال 15، نزلت غواصة على 4 مراحل تحت سطح الماء، كم مترا نزلت في كل مرة؟ شوفوا في كل مرة يعني بالمرة الواحدة. هو منطينا 4 مراحل، عفوا هو منطينا 4 مراحل يريد في المرحلة الواحدة، إذن العملية قسمة. زين، هنا عندي أعزائي العمق، العمق دائما سالب 320، العمق سالب، أقسمها على كم؟ أقسمها على 4. ليش؟ لأن هي نزلت 4 مراحل ويريد كم نزلت في المرحلة الواحدة. إذن أقسم 320 تقسيم 4. أعزائي 32 بها كم 4؟ 6 بها 8، والصفر ينزل. نقدر نقسمها قسمة طويلة، 320 تقسيم 8، 32 كم 8 بها تقسيم 4 عفوا، تقسيم 4، 32 كم 4 بها 8، 8 في 4 32. وتعرفون إذا بقى عندي صفر وما عندي بعد أعداد الصفر يصعد بالناتج. إذن نزلت في المرحلة الواحدة سالب 80، سالب 80 هنا نزلت عندي متر، سالب 80 متر نزلت في كل مرحلة، نزلت في كل مرحلة. فقرة أكتب عندنا جد ناتج سالب 378 تقسيم سالب 9، تقسيم سالب 9. هنا سالب 378 تقسيم سالب 9، نقسم قسمة طويلة
وثمانية وسبعين تقسيم تسعة. الآن قبل ما أقسم سالب تقسيم سالب النتيجة موجب، متشابهين موجب. الآن أقسم 378 تقسيم تسعة، ثلاثة كم تسعة ما بيها، 37 بيها كم تسعة بيها، شنو نضربه في تسعة يطلع 37. طبعا ما عدنا بجدول الضرب عدد في تسعة يطلع 37 اللي هي 36. أربعة في تسعة 36، هذا أقرب شيء. أربعة في تسعة 36، أنقص سبعة ناقص ستة واحد، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، أنزل إلى ثمانية. 18 كم تسعة بها 2، 2 في 9 18 ويساوي 0 0. إذن الناتج 42، وما عدنا باقي. بهذه الفقرة نكون قد أنهينا موضوع قسمة الكسور، عفوا قسمة الأعداد الصحيحة أعزائي. بس صارت بفيديوين، لأن أنا قبل حالة فقرة أحل، والآن حلينا فقرة أتعلم شرحناها، وفقرة أتأكد وكذلك أفكر وأكتب. أعزائي الموضوع سهل جدا إن شاء الله، نفس قوانين الضرب. إذا كانت الإشارات متشابهة النتيجة موجب ونقسم، إذا كانت الإشارات مختلفة النتيجة سالب ونقسم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.